مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية لآخر التطورات والمستجدات. بعد بيان مجلس نواب طبرق الذي دعا فيه للتدخل المصري ورحب فيه بخطاب السيسي الذي قال فيه إنه على استعداد لتسليح ما أسماها أبناء القبائل، ها هي هذه القبائل تحج إلى السيسي اليوم تهتف باسمه وحياته وتستجديه التدخل في ليبيا ضد ما أسموه الغزو التركي. يأتي هذا في ظل استمرار قوات بركان الغضب في استعداداتها لتحرير سرت والجفرة من جهة، في مقابل الحديث عن انسحاب مرتزقة الفاغنر من جهة أخرى، والذي يأتي عقب تصريحات الأفريكوم حول الدور الروسي في ليبيا من خلال مرتزقة الفاغنر. فأين تتجه التطورات الميدانية والسياسية في ليبيا؟ وهل نحن أمام تصعيد جديد من قبل نظام السيسي الذي يواجه أزمة كبيرة بإعلان إثيوبيا البدء في ملء سد النهضة؟ نحاول قراءة هذه التطورات مع ضيوفنا الكرام، ولكن بعد أن نتابع هذا التقرير. في خضم الأحداث المتسارعة في الملف الليبي، ها هم من يسمون أنفسهم بمشايخ القبائل الشريفة يحجون إلى مصر السيسي يهتفون باسمه ويطلبون منه التدخل لقتل أبناء جلدتهم من الليبيين الأحرار الذين لم يرضوا بحكم العسكر. فلماذا حج هؤلاء للسيسي؟ وما الغرض من هذه الزيارة؟ وهل يعلم هؤلاء مدى جرمهم الذي اقترفوه بحق شعبهم؟ وفي الأيام القليلة الماضية خرج علينا نواب برلمان طبرق ببيان يطالبون فيه الجيش المصري بالتدخل في ليبيا، وقد رحبوا بكلمة السيسي التي دعا فيها إلى تسليح القبائل. فيا ترى هل يوجد في العالم مثل هؤلاء النواب الذين يطالبون بالتدخل الأجنبي في بلادهم وقتل أبناء بلدهم؟ ومن ناحية أخرى جرى اتصال هاتفي بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، تحدثا فيه عن آخر المستجدات في الملف الليبي وما سيشهده من أحداث. وفي سياق متصل قالت الأفريكوم إن لديها أدلة واضحة على أن مجموعة الفاغنر الروسية هي التي زرعت الألغام الأرضية والعبوات الناسفة في طرابلس وما حولها. وأضافت الأفريكوم في تصريحها أن تكتيكات الفاغنر غير المسؤولة هي التي تطيل أمد الصراع في ليبيا. فهل سنشهد تغيراً واضحاً في الموقف الأمريكي، وخاصة بعد انزعاجه من التواجد الروسي من خلال مرتزقة الفاغنر على الأراضي الليبية؟ وهذا ما تراه أمريكا بأنه خطر على مصالحها في المنطقة. وعلى الصعيد العسكري تستعد قوات حكومة الوفاق وحليفها التركي في التحشيد العسكري لمعركة يرى الكثيرون أنها باتت قريبة، وخاصة بعد التصريحات التي أطلقها الناطق الرسمي بالجيش الليبي لحكومة الوفاق العقيد طيار محمد جنونو بأنه قد حان الوقت ليتدفق النفط مجددا وإنهاء وجود المرتزقة الداعمين لمجرم الحرب حفتر على الأراضي الليبية. فهل ستكون الأيام المقبلة حبلى بالمفاجآت؟ وهل سنرى تغيراً على الأرض أم أن للأطراف الدولية رأياً آخر؟ مرحباً بكم مجدداً مشاهدينا الكرام، يسعدنا أن نرحب بضيوفنا في هذه التغطية. معي من استديوهاتنا في مصراتة كل من الدكتور محمد إسماعيل المحلل السياسي أو الباحث والأكاديمي، كذلك معنا من استديوهاتنا في مصراتة أيضا السيد مروان الدرقاش المحلل السياسي، ومعنا من استديوهاتنا في طرابلس السيد عصام الزبير الكاتب الصحفي. أرحب بضيوفي الكرام جميعا، وأبدأ مع الدكتور محمد إسماعيل. دكتور محمد، يعني يوم الاثنين صدر بيان من مجلس نواب طبرق رحب فيه بخطاب السيسي الذي دعا فيه أو تحدث فيه عن إمكانية تسليح ما أسماها بأبناء القبائل في ليبيا. بيان مجلس نواب طبرق رحب بهذا الخطاب وأعطى الحق لمصر في التدخل. اليوم شاهدنا زيارة مجموعة ممن يسمون أو بأبناء القبائل أو شيوخ القبائل إلى مصر. كيف تنظر إلى هذه الزيارة وللقائها
بالسيسي، كيف تنظر إلى سياقها؟ هل هي في إطار التمهيد لعمل ما أم أنها مجرد يعني عمل عبثي إن صح التعبير، ليس هناك شيء وراءه؟ تحية طيبة للجميع. طبعا هذه الزيارة ليست أول زيارة ولا أول استنجاد ولا استجداء ولا سميها ما شئت، فتعرف أن طلب المعونة المصرية كان من عقيلة صالح من فترة كبيرة، يعني من كثير من البرلمانيين، بل أن عقيلة صالح يعني وقف أمام البرلمان المصري وطلب النجدة أكثر من مرة. السؤال ما الذي حدث الآن، يعني أن يذهب شيوخ القبائل في هذه الأوقات الصعبة في طائرة مترصينة فوق بعضهم البعض ويطلبون النجدة من السيسي رئيس مصر؟ والمفاجأة هنا أن تكون إجابات السيسي عكس الكلام الحاد اللي تكلم به قبل فترة عندما تكلم عن الخطوط الحمراء. الآن يستدرك على نفسه ويقول أنا أدعم السلام، أنا لست عدوا لحكومة الوفاق في طرابلس. يحاول أن يغازل هذا الوفد قليلا عندما يقول بالإمكان تسليح وتجهيز القبائل الليبية. في بيان الرئاسة المصرية يتكلمون أنه لن يكون هناك تدخل إلا بإقرار البرلمان المصري. واضح أن هناك أمر خطير قد وقع في سرت. ربما المؤشرات تؤكد أن مثلما انسحب اللي هم الروس الفاغنر من ترهونة، هم الآن على اعتاب أن ينسحبوا من سرت، فمن الذي سيحل محلهم؟ المصريين هم الذين ربما سيحلون محلهم، سواء بالضغط الخليجي الذي مول هذه الحرب أو بضغط هذه القبائل التي تريد أن تنقذ الآن خليفة حفتر. الغريب في كلام السيسي اليوم أنه لا ذكر لخليفة حفتر، لا ذكر لهذا الجيش الوطني أو ما إلى ذلك، يتكلم الآن عن تسليح قبائل وما إلى ذلك. أظن أنها فرصة ضائعة، خصوصا بعد التدخل الأمريكي الأخير، بعد أشار لها تقريركم في البداية. واضح أن الدبلوماسية التركية تفوقت في هذا الجانب، واضح أن المسوغات التي تقول هذه القبائل عن احتلال التركي وما إلى ذلك غير مقنعة. هي اتفاقية بين بلدين وبين حكومتين. واضح أن أمريكا، يعني الدولة اللي على مشارف الانتخابات، تراهن بقوة الآن على تركيا لجلب الاستقرار لليبيا. واضح كذلك تأخر السيسي اليوم أنه لن ينجر إلى حرب يعني بهذه الصورة السهلة، هذا من خلال ما رأيته. نعم. طيب سيد مروان الدرقاش، كيف تابعت أنت كلمة السيسي في هذه الزيارة ولقائه بهذا الوفد من ما يسمى بأعيان ومشايخ مجموعة من القبائل؟ تحدث عن نقاط عديدة. الدكتور محمد فؤاد يرى أنه ربما اتخذ خطوة إلى الوراء، ولكنه يعني قال أن إن تستنصروا بنا ننصركم، فهل في هذا يعني دلالة؟ وقال أيضا بأن الجيش المصري قادر على تغيير موازين القوى في ليبيا إذا ما أراد ذلك. كيف تابعتم أنتم كلمة السيسي وما جاء فيها؟ أولا تحية طيبة أستاذ عبد الرحمن ليك ولضيوفك الكرام، الأخوة الأعزاء والأصدقاء الأعزاء، دكتور محمد إسماعيل والسيد عصام الزبير. وكذلك أحيي في هذه الأمسية الطيبة كل من يتابعنا على شاشة تناصح، شاشة فبراير، شاشة الثورة، وشاشة المظلومين، مناصرة المظلومين وحقوق المظلومين. بالنسبة لما ذكرت عن السيسي، أولا يجب أن نكون يعني واقعيين وننظر إلى عبد الفتاح السيسي بأنه عميل، عميل للصهيونية وعميل لأمريكا، ولا يستطيع هذا العميل العادة لا يستطيع أن يأتي بشيء من عنده. يعني السيسي لا يستطيع أن يخطو خطوة واحدة داخل الحدود الليبية إلا بعد الحصول على ضوء أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية. إذا لم يحصل على هذا الضوء الأخضر فهو لا يستطيع حتى الاقتراب من الحدود الليبية. وكل الدعم الذي تلقاه خليفة حفتر في السابق من مصر هو يعني تحت أنظار الولايات المتحدة الأمريكية وبموافقتها، دعنا نقول، لأن
سياسة الولايات المتحدة الأمريكية هي ما يسمى بالفوضى الخلاقة، يعني لا تريد الولايات المتحدة الأمريكية للأوضاع في السياسية في ليبيا أن تستقر على ما هي عليه في 2014 أو في 2015. فيعني أوجدت هذا العميل هو خليفة حفتر، وأوحت إلى عميلها الآخر السيسي وعميلها الآخر محمد بن زايد محمد سلمان لدعم هذا العميل حتى تصنع يعني نوع من الفوضى الخلاقة في ليبيا لإعادة ترتيب المشهد السياسي من جديد، إقصاء بعض الأطراف ويعني جلب أطراف آخرين. يعني مثال بسيط جدا جدا، لو أن لم يوجد انقلاب خليفة حفتر وعملية الكرامة في المدن الشرقية، هل كان يمكن للبعثة الأممية أن تفرض على الليبيين في طرابلس حكومة يقودها فايز السراج الذي هو يعتبر يعني معروف عضو في تحالف القوى الوطنية؟ نحن نعرف جيدا أنه في سنة 2012 رفض محمود جبريل، مع أن محمود جبريل يعني قد يكون أفضل من فايز السراج من ناحية الكفاءة ومن ناحية الإدارة من فايز السراج بمراحل. رفض لأنه يقود حزب تحالف القوى الوطنية. الآن يعني حكومة يقودها فايز السراج وهو من هو معروف عليه من الفشل وغيره، ومطعمة بعدد كبير جدا من أنصار النظام السابق من الأزلام والخضر وغير ذلك. هل السؤال، هل كان يمكن أن تكون هذه الحكومة موجودة في طرابلس لولا عملية الكرامة ولولا إدخال هذه الفوضى الخلاقة لإعادة تشكيل المشهد؟ لذلك لا تلقوا بالا إلى تصريحات السيسي، هو وضع خطوط حمراء في سرت والجفرة، وهو اليوم يتكلم عن هذه الخطوط الحمراء أنها خطوط حمراء للسلام وليست للحرب، لأنه يعلم جيدا بأنه لا يستطيع أن ينفذ أي خط أحمر يحدده في ليبيا. هو في السابق اعتمد على وجود عصابات فاغنر في سرت والجفرة، ويعلم جيدا أنه لدخول السرت والجفرة وهذه العصابات موجودة فيها فإن قوات الوفاق ستتكبد خسائر كبيرة، وأيضا يعلم بأن العلاقة المعقدة جدا بين تركيا وروسيا قد تمنع حكومة الوفاق وقوات الوفاق من التقدم ناحية سرت والجفرة، ولذلك وضع خطوطه الحمراء. الآن وهو يشاهد انسحابات هذه القوات، قوات فاغنر من سرت والجفرة، يعني يصرح ويقول بأن خطوطه الحمراء هي خطوط للسلام وليست خطوط للحرب. غدا سوف يعني نشاهد أو نسمع تصريح آخر من السيسي قد يقول فيه كما قال اليوم، يعني هو قال ليس لدينا مشكلة مع حكومة الوفاق، بينما في السابق يعني قال بأن حكومة الوفاق لا شرعية لها، ليست شرعية يعني. يعني أنتم تلمسون تغيرا في خطاب السيسي ينم على تغير في مواقفه؟ نعم، هناك تغير بالتأكيد في خطاب السيسي، ليس لأنه يمتلك مواقفه، ولكنه ينظر إلى الواقع على الأرض الآن. تغير الواقع على الأرض، يعني حتى التوجه الأمريكي داخل ليبيا تغير نتيجة المجهود الدبلوماسي الكبير الذي تقوده الدبلوماسية التركية، ولعلنا يعني تابعنا المكالمة الهاتفية التي جرت بين أردوغان وترامب أول أمس، وكيف كان هناك توافق كبير جدا جدا بين الرئيسان التركي والأمريكي حول. طيب سنعود، ربما نعود إلى هذه النقطة. نعم، وهذا يدل بوضوح. نعم يدل بوضوح. نعم. أكمل هذه العبارة. يدل بوضوح بشكل كبير بأن بالفعل السياسة الأمريكية الآن في ليبيا بدأت تتجه لمؤازرة الموقف التركي ومؤازرة موقف حكومة الوفاق، وتبتعد شيئا فشيئا عن خليفة حفتر، وهذا ما جعل السيسي يغير تصريحاته، لأنه يعلم جيدا بأن تصريحاته السابقة لم تعد يعني يمكن تطبيقها على الأرض. نعم. طيب سيد عصام الزبير، بعد الترحيب بك، ربما تابعنا المشهد، مشهد هذا الوفد في الطائرة وهم يهتفون بحياة السيسي وبحياة مصر، وكذلك لاحظنا ورأينا وتابعنا هتافاتهم في عند زيارتهم للسيسي وعند مقابلتهم له. كيف تصف يعني هذا المشهد؟ وربما عند كثيرين هو يستدعي
صورا من الماضي القريب، يعني عندما كانوا أمثال هؤلاء يهتفون لنظام القذافي. كيف تنظر أنت إلى هذا المشهد وكيف تصفه؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييك وأحيي صديقي وزميلي الأستاذ محمد إسماعيل، الدكتور محمد إسماعيل، والأستاذ مروان الدرقاش باش مهندس. وحقيقة أقول لك أن هذا المشهد لا يمكن أن يتم التعليق عليه، لأننا نحن مترفعون أكثر من ذلك. نحن ننشد الدولة المدنية وننشد الحرية وننشد الديمقراطية والانتخابات، ولا نوالي أشخاص ولا نوالي العسكر، ولذلك الترفع عن هذا المشهد أفضل شيء، ولا نعطيه أي مجال لأنه لا يستحق أن نتحدث عنه. نحن يجب علينا أن نتجه إلى تأسيس المؤسسات التي هي تعتبر مؤسسات قانونية ومؤسسات تحمل صيغة رسمية. أما مؤسسات ما تأتي به القبعات البيض وغيرها فهي ليس لها وجود في الدولة المدنية، وهذا يدل على شيء، فإنما يدل على التخلف ويدل على الرجوع إلى سابق ما كان عليه الدولة الليبية. حقيقة ما رأيناه في المشهد المصري وما رأيناه في السيسي هو عبارة عن إطلالة من البروباغاندا الإعلامية، وأيضا دفع من بعض الدول التي تريد أن يتحول الصراع إلى محاربة تركيا في ليبيا وإلى مناصبتها العداء وتحويل الساحة الليبية إلى ذلك. ولذلك أنا أعود إلى التصريح الذي أدى به اليوم مساعد وزير الخارجية الأمريكي عندما تحدث عن أن الأوروبيين لا يعترضون على أي طائرات تأتي من روسية أو إماراتية تأتي إلى ليبيا وتقصف داخل ليبيا أو تأتي حتى بأسلحة وعتاد، لا يعترضون عليها، كذلك لا يعترضون على دخول المصريين إلى ليبيا، لكن يعترضون على ما هو السلاح التركي أو الطائرات التركية. ولذلك هذه تحدد لك نقطة أساسية، أن السيسي ما أخذ هذه الأمور إلا نتيجة ضعف الرؤية الأوروبية نحو ليبيا، عدم تواجد موقف متماسك أوروبي لحل القضية الليبية. ما زالت هناك دول تراوغ، ما زالت هناك دول تكذب على الليبيين، تتحدث عن الشرعية وتتحدث عن حكومة الوفاق وهي تمد حفتر بما يريده. أيضا في النفط، هل يمكن أن تكون الإمارات أقوى من أمريكا وأقوى من بريطانيا وأقوى من هذه الدول وأقوى من مجلس الأمن؟ هذه كذبة وخدعة، إنما هي عبارة عن تصريحات وبيانات تدلي بها سفارات من أجل أن تفتح المجال لتلك المخربين والمفسدين الذين يعبثون بالمشهد الليبي. لا يمكن للسيسي أن يدلي بحديث أو يتحرك بأي شيء أو يتكلم بأي كلام إلا أنه مدفوع أو مسنود بأشياء. ولذلك حتى حديثه عن الإرهاب واضح جدا، يفترض أن تكون هناك قوة إرادة يعني وطنية حقيقية موجودة في الخارجية الليبية، موجودة في مؤسسات الدولة الليبية، في المنظمات الحقوقية، ترفع قضايا على تلك الأصوات والتي تنعق، وعلى المؤسسات الإعلامية التي تشوه حقيقة الموقف والتي تنتهك سيادة الدولة الليبية. وهذه المواقف يجب عليها أن تحاسب، حتى هؤلاء الذين في الطائرة يجب عليهم أن يحاسب. وهذه خيانة عندما تأتي وتنطق بشخص ليس له وضعية في الدولة الليبية وتؤازره لكي يقتل الليبيين، هذه خيانة للوطن. ولذلك حتى من ذهب يجب أن يوضع اسمائهم في قوائم، ويجب أن يكون للنائب العام لديه اتصال. نحن مع النائب العام ووزارة العدل الآن في توصيف حفتر مجرم، ما زلنا إلى الآن. وزارة الخارجية الآن تحركت وتقول نريد اجتماع للجنة العقوبات ولجنة الخبراء بحضور الدول الداعمة لحفتر لجلسة استماع. هذا كان يفترض من البداية، هذه الخطوات المتأخرة كبرتنا ضحايا، كبرتنا شهداء، كبرتنا تدمير ممتلكات. لكن هذا التأخر وهذا التباطؤ في قوة في الإرادة الوطنية هو الذي مزقنا. حتى مجلس النواب متباطي، معقولة مجلس نواب فيه 30 نفر يكون أكثر تحركا وأكثر يعني تسليطا حتى في الإعلام وتحرك حتى في الساحة الدولية من 70 يقال لهم في طرابلس. ولذلك نحن يجب علينا أن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب هؤلاء. عندما يخرج هذا الذي يدعى أنه رئيس مصر أو يدعى أنه السيسي، يجب أن يخرج بيان، ويجب مطالبة من مجلس الأمن، ويجب توضيح النقاط التي انتهكها لسيادة الدولة الليبية وبعث رسالة لمجلس الأمن. رأينا كيف حدث الصراع الاشتباك بين أرمينيا و أعتقد أن واحدة من الدول في هذه المدة الماضية، كيف أن فعلوا حتى الأمر وذهبوا إلى وبعثوا برسائل مجلس
إسلام. نحن من يندهك سيادتنا، من يدمر، من يقصف، لا في تحرك ولا في شيء. أنت تتحدث على دور لكن لا وجود لتحرك دولي ومسار دولي. نعم، سنعود ربما إلى موقف حكومة الوفاق، هناك تصريحات للمتحدث باسم الخارجية، لكن قبل ذلك أعود إلى الدكتور محمد إسماعيل. دكتور محمد، أشار السيد عصام الزبير إلى أن هذا البيان الذي دعا، بيان مجلس نواب طبرق الذي دعا للتدخل، دعا النظام السيسي للتدخل في ليبيا، هو مجلس من حوالي 30 عضوا، ربما لا يتجاوزون هذا العدد. فهنا نتساءل يعني عن قيمة هذا البيان، وهل يمكن أن يستغل كغطاء شرعي من أجل تدخل مصري ما في الساحة الليبية؟ وأيضا البعض يتساءل ما هو الفرق بين طلب الدعم من الحكومة التركية، طلب حكومة الوفاق الدعم من الحكومة التركية، وطلب مجلس نواب طبرق وعقيلة صالح باعتباره رئيس هذا المجلس الدعم العسكري من حليفه المصري، هل هناك ثمة أي فرق ما بينهما أم أن كلاهما متساوي من ناحية السياسة والقانون الدولي؟ نعم، لعلي فهمت مجمل كلامك، يعني الصوت يقطع، لكن بداية لنرجع لطلب نكون دقيقين فيه. طلب عقيلة صالح، يعني هو رئيس البرلمان الليبي اللي هو حالة جدلية واللي انبثق من الاتفاق السياسي كثالوث للأجسام المعروفة، البرلمان والدولة والمجلس الرئاسي. هذا أعضاء البرلمان المنتخبين منذ 6 سنوات متفرقين، بعضهم قليل جدا في طبرق والبعض الآخر في مصر والبعض الآخر في تونس والبعض الآخر في ليبيا في طرابلس والبعض الآخر مقاطع، فلا يعول الآن على هذه السلطة التشريعية. حكومة الوفاق اللي هي نتاج اتفاق الصخيرات في ديسمبر 2015 هي من يذكرها مجلس الأمن، وهي الحكومة اللي تسمى شرعية يعني، ويتعامل معها العالم بالكامل. لذلك الفرق واضح هنا في السؤال الذي طرحته علي. هذه الحكومة وهي اللي فيها جزئين، جانب تشريعي وجانب تنفيذي حسب اللي هو الاختصاصات المجلس الرئاسي، وقعت مذكرة التفاهم وتم اعتمادها من المجلس الرئاسي، وفي نفس الوقت تم اعتمادها اللي هو من البرلمان التركي، والعالم كله أقر هذا الأمر وتم إيداع هذه المذكرة في الأمم المتحدة. يبقى الفرق هنا أظن أنه واضح، وربما يكون فيه أحد المختصين في القانون فيفصل فيه أكثر. استنجاد كما قلت لك سابقا اللي هو عقيلة صالح، أنا أقول هنا هو يعني أظنه استنجاد يائس، يعني في البدل الضائع بالسيسي. السيسي عمل اليوم في القاهرة، يعني أذكرنا بأيام القذافي، يعني اللي كان يلتقي بالقبائل وما إلى ذلك، كاتب عبارة مصر وليبيا وشيوخ قبائل، وذكرنا بالزعيم الأوحد وما إلى ذلك. هتافات وشعارات أكل عليها الدهر وشرب، ولا تسمن ولا تغني من جوع، وهي الاستهلاك الإعلامي أظن فقط. وأنا أؤيد حقيقة ما قال الأستاذ مروان هنا، أن السيسي دخوله في ليبيا مرهون بأمر واحد فقط بس، الضوء الأخضر الأمريكي. أمريكا في العالم خصوصا في هذه المنطقة من تغض الطرف عن ومن تعطيه الضوء الأخضر يتدخل في ليبيا، وأمريكا بالتأكيد أعطت الضوء الأخضر لهجوم خليفة حفتر يوم 4/4/2019. الأمور من خلال مجمل هذا الكلام الذي قلته يبدو أنها ليست في صالح مصر ولا السيسي، وهذا واضح من خلال هذا الكلام الذي لا نزل فيه السقف كثيرا. يعني قبل فترة يتكلم عن خطوط حمراء، الآن يتكلم عن سلام، يتكلم عن حكومة كان قد نزع منها الكثير من الشرعية، أصبح يتكلم بواقعية، لا يتكلم عن خليفة حفتر ولا جيش خليفة حفتر، ممكن الآن يتكلم بعواطف وشعارات، نجند أبناء القبائل. هذا كلام طبعا بعيد عن الواقع. يبدو أن مشروع خليفة حفتر ومن وراءه في طريقة إلى الهزيمة، ولم تعد له أوراق إلا بتدخل عسكري، يعني مثل عبد الفتاح السيسي بيعاز من دول أخرى. ولكن الذي يجب أن نعرفه في مصر أن عبد الفتاح السيسي صحيح هو يحكم مصر الآن من 2013، لكن هو مندوب أو من رشحه اللي هو الجيش المصري. الجيش المصري وحالته في مصر أظن أنه لن ينجر إلى حرب مجهولة العواقب، سيفكر في الخروج قبل الدخول إلى
ليبيا، رسائل اليوم كلها تعتبر سربية بالنسبة لخليفة حفتر والمشروع خليفة حفتر، وأنه ليس له خيار الآن إلا كما قالت إحدى الصحف وأذكرها اللي هي اليوم صحيفة الشرق الأوسط اللي هي قريبة من السعودية، أن الأمريكان أعطوا لخليفة حفتر خلال زيارتهم الأخيرة اللي هو الفرصة الأخيرة لكي يخرج من سرت والجفرة ويتوافق على الخطة التي رسمها الأمريكيون. إذا خرج عن النص أظن أنه سيعاقب يعني حقيقة، وإن دخل فهذه الأمور أصبح الملف بيد الأتراك، خصوصا بعد المكالمات الأخيرة، مكالمة أردوغان بوتين ثم المكالمة الأخرى أردوغان ترامب. نعم. طيب دكتور محمد، يعني إذا كان كما تقول الأمر وإن السيسي لا يملك أمر نفسه ولا يستطيع أن يتقدم خطوة أو يبعث جنديا على الأراضي الليبية إلا بضوء أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية التي ربما لا ترغب في ذلك بحسب ما فهمت من كلامك، إذن ما هو هدف السيسي من القيام بهذا المشهد الإعلامي؟ يعني ما هو هدفه من استقبال هذا الوفد واستدعائه إلى مصر من أجل أن يستقبلهم ويعني يتحدث إليهم؟ هل هو يعني ربما للتغطية مثلا عن إخفاقه إخفاقات أخرى ربما تكون أكبر وأعظم مثل التي تواجهها مصر أمام إثيوبيا حاليا؟ أظن أنه من قبيل زيادة الضغوطات، يعني كأي ورقة يناور بها الآن أمام أمريكا وغيرها أن الحالة في ليبيا أن الليبيين الآن قد جاءوني جميعا بقبائلهم، خصوصا أن الموضة اللي ماشي على ليبيا الآن قبائل كما قال الرئيس التونسي فيما سبق، الآن يقول لهم هؤلاء مشايخ المجتمع القبلي يصورون ليبيا مثل أفغانستان أو اليمن ويفوضونني، يريد أن يضغط بهذه الورقة، ولكن أظن لا تنفع إلا الاستهلاك المحلي وصور للزعامة فقط، أما على الصعيد السياسي فأظن واضح يعني أن الأمر خرج يعني يوم وقع الأتراك مع حكومة الوفاق في 27 نوفمبر الماضي، وحين اتخذوا من خطوات استطاعوا اللي هو هزيمة المشروع العسكري في شهر يونيو الماضي، فواضح أن الأمور لا تجدي اللي هو في مصلحة خليفة حفتر ولا السيسي، خصوصا حتى بعد بيان السفارة الأمريكية الأخير واللي سمى الأمور بمسمياتها واللي تكلم على بيان أحمد المسماري الناطق باسم خليفة حفتر وقال أنه صيغ خارج ليبيا، لأول مرة أمريكا تقول ما يسمى بالقوات المسلحة، أظن أن الأمور خرجت عن السيطرة. الآن من سيقاتل بشراسة إلى جانب مشروع خليفة حفتر هي الدول التي دعمتها من 6 سنوات، هي الدول اللي ذكرت تقرير خبراء مجلس الأمن وحوالي 9 دول، فهل هذه الدول فعلا ستسلم لأمريكا وتركيا بالسهل أم عندها خطط أخرى ألف وباء وجيم؟ أظن أن الأمر كبير والأمر جلل، ولا أظن أن الأمور ستذهب بسهولة يعني حقيقة. طيب سيد مروان الدرقاش، إذا كان المؤشرات المشهد الليبي لا تشير إلى إمكانية أن يقدم السيسي على خطوة التدخل العسكري المباشر واسع النطاق في ليبيا، فهل من الممكن أن يقوم بعمل آخر، يعني أن يقوم مثلا بتسليح ما أسماهم أبناء القبائل ويكون هذا هو الهدف من إحداث هذا اللقاء من أجل إيجاد غطاء شعبي أو شرعي؟ لما يقولون هذا الوفد أنهم يفوضون السيسي ويفوضون النظام المصري والجيش المصري للدفاع عن ليبيا، هل يمكن أن يكون بإغراق مثلا ليبيا بالسلاح من أجل أن يدفعوا إلى مزيد من الفوضى كما أشرت في حديثك قبل قليل؟ عبد الرحمن، بلغتنا الليبية الموضوع يعني خلاص كرطت الحكاية، يعني انسحاب الفاغنر من سرت ومن جفرة يعني انتهاء القتال، يعني لا معركة، لا وجود لمعركة. ولذلك يعني خلال الأسبوع الماضي، على طول الأسبوع الماضي، كانت نغمة الطرف الآخر يتحدث عن وقف إطلاق النار، يتحدث عن العودة إلى العملية السياسية، يتحدث عن المصالحة والسلام. يعني حتى أنور قرقاش المعروف بمنشوراته الداعية إلى القتال والحرب، يعني في هذا الأسبوع قام بكتابة منشور يدعو فيه إلى المصالحة وإلى السلام، وأن ليبيا محتاجة العودة للمفاوضات وإيقاف أصوات البنادق والمدافع، ويدندن حول العودة إلى السلام.
المعسكر الآخر ومعسكر الكرامة ومعسكر الثورة المضادة يعمل بتناغم، يعني الإمارات، مصر، خليفة صالح، عقيلة صالح، خليفة حفتر، كل هؤلاء تجدهم متفاهمين على استراتيجية معينة يشتغلوا عليها، وحتى المسماري يتكلم من نفس الاستراتيجية. الكل يدعو إلى وقف إطلاق النار، يدعو إلى التهدئة، يدعو إلى العودة إلى المفاوضات، يدعو إلى السلام. لماذا؟ لأنهم يعلمون جيدا بأنهم على الأرض وعسكريا قد هزموا بهزيمة كاملة، وجربوا ذلك عندما انسحبت الفاغنر من جنوب طرابلس. لم تستطيع قواتهم أن تصمد يعني إلا أيام معدودة، ثم انهار ولت هاربة وفرت خلف الفاغنر. إذا خرج الآن قوات فاغنر من سرت ومن الجفرة فستتوقف قوات حفتر أينما يتوقف الفاغنر. إذا انسحبت الفاغنر إلى السدرة سينسحبون إلى السدرة، إذا انسحبت إلى جدابية سينسحبون إلى جدابية، إذا خرجت قوات فاغنر من ليبيا فلا مجال أمام حفتر وداعميه إلا الهروب خارج ليبيا. ولذلك الآن يحاولون كما قال الدكتور محمد الضغط للحصول على بعض المكاسب من هذه الضغوط، التلويح بدعم القبائل وتسليح القبائل، وأن هناك قبائل فعلا جاهزة للموت وجاهزة للتسليح وللتدريب، وهذا كلام فارغ. يعني ما نشاهده هو مجموعة من الأراغوزات البهلوانيات الذين يشترون بالأموال. يعني السيد لطيوش هذا اشتراه بجدران بموتسوبيشي خيمة، واشتراه حفتر بتيوتي خيمة، ومعروف هذه ما أسعارهم بسيطة، حتى مشيتهم المصر هم طامعين في إقامة في شرم الشيخ ورز ولحم وروحوا خلاص، يعني ممكن يحصلوا فلوس من السيسي ممكن ما يعطيهم، مش مجرد يعني هم لما مشوا لمصر غادي ما لقوش من يستقبلهم في المطار، ويعودون ثم بعد ذلك يعني شوية شو إعلامي القصد منه محاولة التأثير على يعني المشهد الليبي عبر إرسال رسائل إما للولايات المتحدة الأمريكية أو لحكومة الوفاق أو لتركيا أن هناك قبائل ليبية وسيتم تسليحها وسيتم وأن الجيش المصري يدخل، وكل هذا مجرد هراء ليس لهم من الضمير، ما عندهمش من الضمير تماها، ولن يستطيعوا الصمود إذا انسحبت بالفعل قوات فاغنر، لأن إذا بقوا بعد خلف قوات فاغنر فما يأتيهم هو السحق والمحق والحرق، ولن يخسروا إلا أبنائهم الذين يرسلونهم طيب. إلى الموت. نعم. الآن كما قلت لك الموضوع انتهى، كرطت، وعليهم أن ينسحبوا إلى قواعدهم ويرضوا بما يحصل عليه من الفتات، وإلا فالقادم أدهى طيب. وأمر بالنسبة لحفتر وداعمي. نعم. نعم. إذن الموضوع بحسب ضيوف الكرام سيد عصام الزبير يعني المعركة منتهية، وبتعبير سيد مروان درياش يعني كرطت. طيب لكن ألا يستدعي هذا رغم ذلك، رغم أنه ربما يكون مجرد بروباغاندا إعلامية وشو إعلامي ولا أثر له على الأرض، لكن ألا يستدعي هذا الأمر وهذا التلويح بالتدخل العسكري، ألا يستدعي موقفا من حكومة الوفاق، موقفا حازما من حكومة الوفاق؟ هناك تصريح للمتحدث باسم الخارجية الليبية محمد القبلاوي قال أن حديث السيسي هو تكرار لتصريحاته السابقة، وهو تدخل سافر في الشأن الليبي وخطابه يؤجج الصراع. هل ترى أن مجرد هذه الردود بالتصريحات كافية تجاه هذا الموقف المصري، أم أن هناك ما هو أكثر من ذلك مطلوب من الحكومة، وما هو من وجهة نظرك؟ أولا شوف سيد عبد الرحمن، ونقولها لك بصراحة، بالنسبة لحفتر والقبائل والكلام هذا، هذا كله كلام فاضي، هذا واضح جدا. حفتر كان لقيه القبائل ولقيه ضمائر، وما جابش المرتزقة وما جابش الفاغنر وما جابش الجنجويت ولذلك والسوريين. ولذلك عندما كان في المدة الأولى يحارب بأهالي المنطقة الشرقية وبعض من هم من المنطقة الغربية، كان يعتقد أنه سيتقدم ويدخل. عندما تم الصد له من قوات البركان، وكما قال في بداية المعركة هذا المعتوه المسماري بأن أكثر من 7000 قتيل، أصبح حتى عدد القبائل الليبية ما عادش تبعث في أبنائها، أصبح فيه
توجه إلى عدم الذهاب إلى المعركة التي هي معركة حفتر من أجل الاستيلاء على السلطة. ولذلك انتبه له أغلب الشباب وبدأوا يبتعدون عن الجز بهم في هذه المعركة. لذلك هذا الكلام يعني مخرج منه هؤلاء لقاقة على كلام الليبيين، يذهبون في أي مكان وأي وقت، منهم حتى هذا المعتوه اللي كان يعتقدوا فيه الليبيين واللي كان يعاونوا لبعض وسائل الإعلام ويطبلوا له هذا الفاندي، واللي كان حاطين رئيس شيوخ المصالحة اللي قال احنا مصر ما مصر وتدافع علينا واحنا اعتدوا على بيوتنا السوريين واعتدوا على بيوت. يا راجل انت كنت في ترهونة موجود معك السوريين، يعني السوريين والروسيين اللي كانوا يموتوا حتى يحطوا فيهم في يقتلوا فيهم، كان قوات البركان كانت تحط فيهم في مستشفى ترهونة، والجنجويد حتى هم، ويا من مشاكل صارت في مستشفى ترهونة وكان وراها الجنجويد، وكان اللي هم توا اصبح تاثيرهم الان في سوكنا في هون وفي مناطق الجفره اللي كان غادي في ترهونه قبل، وكانوا حتى الروس في ترهونه وما داروا به من تفخيخ وتفجير. ما وجعكش، وجعك تمشي تنسنس توا عند المصريين وتتكلم عند المصريين وتطلع بروحك انك راجل ما بينك وبين القبر ايام، ومفروض انك تتقي الله وتتجه نحو وطنك. اللي ما يتجهش نحو بلاده ما يدورش انه هو يقال له خاين، حتى عند ربك ليه عقاب. ولذلك هؤلاء لا يلتفت إليهم ولا يبحث عنهم، وأن أمر القبائل هذا كله منتهي وكله كذبة وكله خزعبلات. ونحن أقولها بصراحة نتشرف بوجود النازحين من الشرق ومن بعض المناطق في الغرب، لأنهم من أشرف الناس ومن الناس الذين حقيقة هم الذين يستطيعوا البناء بهم. لأن ما بقي بعضا منهم يكون شريف حقيقة موجود نتيجة الخوف، لكن ما بقي من هؤلاء قد يكون أصولهم مصرية، ولهذا اتجاهاتهم في هذا الاتجاه. وأنا أقولها بصراحة لا يعول عليهم حتى البناء دولة، من يبيع دولته إلى دولة أخرى لا تعول عليه. عندما يقال لك نحن عولنا مثلا على الأتراك أو عولنا عليه، هذه اتفاقية موجودة والاتفاقيات موجودة بين الدول، لكن عندما تخرج عن نطاق الشرعية ونطاق الدولة أنت هنا بمثابة الخاين، وهي خاين حتى في القانون الليبي موجودة تعتبر خيانة. ولذلك هذا يجب أن يحط في هذا المسار. المسار الآخر أن بعض الدول مثل روسيا التي تكذب علينا حقيقة، ويجب أن يكون الأمر واضح، ويجب على حكومة الوفاق والخارجية بدل هذه البيانات اللي تو تحدث عنها أن تذهب بسياق آخر، هو عملية قطع العلاقات، عملية جلب السفراء هذه الدول وتوضيح الأمر لهم، ولو اضطر حتى تذهب إلى تونس وتأتي بالسفير المصري هناك والسفير الإماراتي والسفير الروسي وغيره متوضح لهم الأمر. أما أن يقول لي زي اليوم تو طائرتين شحن روسيتين مشوا لقاعه الجفره ونزلوا مواد، ويقول لي لا والله روسيا ما لهاش علاقه هذه خارج الدوله، زي تصريح مامس في روسيا يقول لك لا والله يعني فاقنا خارج الدوله، اي خارج الدوله؟ واللي يقتلوا بسلاح، هذا سلاح، هذا سلاح متطور وحديث، كيف يخرج خارج الدوله؟ ترى يمشوا لامريكا ولا يمشوا لدوله اوروبيه يمارسوا فيها نفس الافعال. وبعدين يجي للجنجويد، احنا السودان هذه لابد يكون لدينا معها موقف حقيقي وموقف صريح. هاي الكلام هذا والخزعبلات هذه الامارات لعبه فيها 16، وكل يوم نسمع في شباب اماراتيين يقولوا احنا ورطونا، لابد من توضيح. اما البيانات هذه راهي ما تفيدش، ما قال انا والله ما نحب الرد عليها، لان نحب العمل الفعلي والجاد واللي يحقق بناء الدوله الليبيه واللي يحقق ويرفع الظلم عن سياده الدوله الليبيه. اما كلام قال دار بيان يقعد غير موجود في وسائل الاعلام، يطلع من وسائل الاعلام ما يحققش اداءه، والله هذا بيان المفروض حتى الاعلاميين ما عادش يطيروه ولا عاد يعدلوا عليه، لان هذا عباره عن حبر على ورق، قد يكون الحبر اقوى منه. اما ناس تستشهد وناس تموت وناس تدمر بيوتها وناس قاعده اطرافها مبتوره ومدن تتحمل في هذه الضريبه، وواحد يطلع لي يقول لي والله ببيانك، شنو يفيدني البيان؟ شو بيرد لي؟ طيب يعني حتى الجرحى قاعدين يعانوا مشاكلهم، مع الناس من يعاني مشاكلهم، اسر الشهداء ما فيش من مهتم بهم، شو بيفيد البيان؟ بيان الدوله قاعده منتهكه، ما وبعدين حتى يقولوا لي انسحاب وسرد قاعده، صح سندخلها مثل ما دخلنا ترهونه، صح هذه سيكون هذا الامر، لكن الجفره قاعده تعاني الى الان، قاعدين يموتوا ليبيين من قبل المرتزقه الروس اللي قالوا احنا ما همنا الا المال. طيب وين وضع الدوله؟ في العالم المرتزقه ليهم قانون يعاقبون ولي اساسيات يتم المطالبه بها، دوله دخلها المرتزقه معني المطالبه، اما نقعد احنا نسمع في كلام الافريكم ونقعد نسمع في كلام السفارات الامريكيه والبريطانيه وهو يقعد مسكر النفط اللي فاق تو الان خسائره 7 مليار، شو اللي يفيدني البيان؟
ترى يسكروا النفط هما اللي توا يتكلموا واللي داروحهم ابطال وحفتر وجماعه. نعم. سكروا على عيني ترى سكروا خط الغاز. نعم. على اوروبا كانوا رجاله. نعم. ويكونوا رجاله ويسكروا خط الغاز، خلينا نشوفوا كيف الموقف، اما تعذبوا في الليبيين بس وتخلوا في الاوروبيين يمشي لهم النفط والغاز، هذه والله الا كانت كارثه. نعم. كبيره في حق ليبيا، هذه خيانه عظمى هذه. هذه المفروض حكومه الوفاق ترفع فيها قضيه والنائب العام يتحرك. نعم. مش لابد ان اللي يقدموا له، هذه في قضايا لما تطلع على السطح لابد ان يمارس عليها حق الحقوق العدليه والقانونيه، اما غير نقعد احنا ساكتين ونب العالم يراجي فينا، نقعد نراجعوا في بيان السفاره الامريكيه ونراجعوا في بيان ستيفاني ونراجعوا في بيان مش عارف منو، والله العظيم، وبعدين نجوا نقولوا احنا ضد التدخل الاجنبي، احنا نراجعوا بروحنا، احنا بروحنا قاعدين نراجعوا. هذا كلام، هذا معقول؟ هذه إرادة وطنية؟ طيب هذه رسائل هذه كثيرة. نعم، هذا رسائل كثيرة سيد عصام، وطني يكون بهذا الاتجاه. رسائل كثيرة سيد عصام الزبير، أرجو أن تتلقى أذانا صاغية من المسؤولين والمعنيين بهذه الرسائل. أشكرك جزيل الشكر سيد عصام الزبير الكاتب الصحفي، كنت معنا من استديوهاتنا في طرابلس، كما أشكر في مصراته كلا من الدكتور محمد إسماعيل الباحث والأكاديمي، وكذلك السيد مروان الدرقاش المحلل السياسي، كنتما معي من مصراته، أشكركما جزيل الشكر. وينضم إلينا الآن عبر الهاتف العقيد عادل عبد الكافي الخبير العسكري، مرحبا بك سيد العقيد. أهلا وسهلا بك سيد عبد المرغم عفوا، وكذلك مشاهدي قناتكم. مرحبا بك سيد العقيد. يعني كنا نتحدث حول زيارة وفد من ما يسمى بالمشايخ والأعيان إلى القاهرة، ولقائهم برئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي وطلبهم التدخل. هذه الزيارة تأتي في سياق استمرار التحشيدات على تخوم سرت واستعدادات لتحرير هذه المدينة. ما هو الواقع الآن في تخوم هذه المدينة وأين وصلت هذه الاستعدادات؟ نعم، بداية دائما ما كنا نقول بمنتهى الوضوح، لولا خونة الداخل ما كان تجرأ علينا أحد من الخارج. هذا شيء. طبعا كل من يريد أن يتدخل في الشأن الليبي بالتأكيد سيبحث عن شماعة أو أن نقول يجذب ضعاف النفوس والخونة من أجل أن يمرر مشروعه. كذلك نقول مصالح أو صراع المصالح على الأراضي الليبية، بالتأكيد الكل يبحث عن من عن العميل المحلي الذي يستطيع أن يحقق مصالحه داخل الأراضي الليبية. هذه نقطة. أما بخصوص العملية العسكرية وهو لب الموضوع، بالنسبة لمعركة سرت الجفرة هي معركة مصيرية. ولماذا هي مصيرية؟ نحن يا سيدي نواجه مرتزقة روس ومرتزقة أفارقة الآن داخل الأراضي الليبية، لديهم أسلحة ثقيلة وأسلحة يعني نقول لا تمتلكها إلا دول كالطائرات الميك 29، منظومات بنتير، كذلك أسلحة متوسطة حديثة جدا، مهارات قتالية. فهذه العناصر أصبحت يعني تشكل خطر على أمن واستقرار ليبيا. فمن خلال العملية العسكرية يتم السيطرة على قاعدة الجفرة مرورا بسرت، حتى يبدأ نقول بداية الاستقرار الذي شهدنا جزء منه في المنطقة الغربية بعد أن تم دحر هذه العصابات من تخوم العاصمة طرابلس ومن معقلهم الأخير في المنطقة الغربية ترغونة. أيضا لدينا إشكالية أخرى، استراتيجية التي تعمل عليها هذه العناصر من المرتزقة الروس، وهي التوسع والانتشار باتجاه الحقول النفطية والمواني النفطية. هذا أيضا يهدد أمن واستقرار الموارد الاقتصادية وكذلك أمن واستقرار ليبيا. فبالتأكيد بعد انتهاء العملية الأولى من السيطرة على قاعدة الجفرة الاستراتيجية وانتزاع من يد المرتزقة الروس والمرتزقة الأفارقة وأيضا تطهير مدينة سرت من هذه العناصر، بالتأكيد سيكون هنالك بسط السيطرة على الحقول النفطية والأموال النفطية، نظرا لتواجد هذه العناصر أيضا في هذه المواقع الاستراتيجية الهامة التي تمس قوت ليبيا والليبيين جميعا سواء شرقا أو جنوبا أو غربا. فهذه هي الاستراتيجية الآن التي تعمل عليها قوة الجيش الليبي والقوة المساندة بها والمعنية والمدعومة حتى من الولايات المتحدة الأمريكية في تحقيق هذا الهدف. أيضا تواجد المرتزقة الروس أتصور من خلال تقرير أفريكوم، وهذا ليس التقرير الأول، هنالك
التواجد الروسي ومرتزق الروس على الأراضي الليبية يهدد أمن واستقرار جنوب المتوسط ومصالح الدول الأوروبية وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية التي إن نفوذها يمتد إلى ليبيا وإلى شمال أفريقيا. هذا هو المشهد منتهى الوضوح. نعم، على ذكر المرتزق الروس سيادة العقيد، هناك أخبار وأنباء تقول بأن المرتزقة الفاغنر انسحبوا من سرت والجفرة، ما حقيقة أو أعادوا انتشارهم إن صح التعبير، فما حقيقة هذه الأخبار وهل هو فعلا انسحاب أو إعادة انتشار أم أنهم لا يزالون متمركزين في تمركزاتهم في سرت والجفرة ويستقدمون المزيد من التعزيزات والدعم؟ يعني أنا سأضيف بما لدينا من بعض المعلومات بخصوص تواجدهم في قاعدة الجفرة تحديدا وأيضا توسعهم اتجاه بعض الحقول النفطية في المنطقة الجنوبية. لا زال خط الإمداد يرصد القادم من سوريا إلى الأراضي الليبية بجلب معدات عسكرية، بجلب مرتزقة سوريين تم تدريبهم على أيدي خبراء من هذه الشركة، شركة فاغنر. لديهم ثقة كاملة نظرا لعدم وجود ثقة ما بين عناصر الروس أو عناصر فاغنر ما بين عناصر التابعين لميليشيات الكرامة أو عصابات الكرامة. كذلك أشرنا سابقا أن غرفة العمليات المرتزقة الروس أصبحت منفصلة نهائيا عن غرفة عمليات الكرامة. روسيا الآن تتحرك عبر أذرعها المتمثلة في شركة فاغنر داخل الأراضي الليبية باستخدام أيضا المزيد من المرتزقة كالأفارقة وغيره، ويتم تحقيق استراتيجية روسيا داخل الأراضي الليبية. روسيا لن تخرج من ليبيا إلا بعد أن تحقق مصالحها. نحن نعلم أن هنالك مصالح مرتبطة ما بين تركيا وروسيا في مواقع أخرى، ولكن أيضا روسيا تسعى إلى تحقيق مصالحها داخل الأراضي الليبية. ربما المسار الذي انتهجته تركيا سابقا وهي حليف لحكومة الوفاق الوطني في محاولة الضغط على روسيا لسحب عناصرها، وشهدنا جزء من هذا المشهد في تخوم العاصمة طرابلس عندما انسحبت عناصر فاغنر، كيف انهارت عصابات الكرامة وانسحبت ونالت هزيمة عسكرية بمعنى الكلمة وأثبتت أن هي فارغة من الناحية العسكرية. ولذلك في حالة حدوث السيناريو الأول وهو كما يتحدث البعض أن العناصر لم تعد متواجدة في مدينة سرت ولا الجفرة، تصور بعد إطلاق العملية العسكرية باتجاه هذه المواقع سنرى هروب أيضا العصابات التابعة لعملية الكرامة وانهيارهم السريع كما شاهدناه في تخوم العاصمة طرابلس. ولكن العناصر الروسية لازالت متواجدة تتحرك في تلك المناطق بأريحية، تعيد تمركزاتها، تعزيز أيضا نقول أسلحتها ومعداتها العسكرية حتى تضمن مصالحها. هل ستتحصى روسيا، السؤال الذي يطرح نفسه الآن، هل ستتحصى روسيا على مصالح من حكومة الوفاق الوطني عبر حليف الحكومة تركيا أم لا؟ هذه هي ربما تجيبنا الساعات يعني والأيام القادمة. نعم. عقيد عادل عبد الكافي عن هذا السؤال، أشكرك جزيل الشكر. العقيد عادل عبد الكافي الخبير العسكري كنت معنا عبر الهاتف في هذه التغطية. بهذا وصلنا إلى ختام هذه الساعة من التغطية مشاهدينا الكرام، نشكركم على طيب متابعتكم، إلى أن نلتقي بكم دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم. Thank you.